أكثر من ربع قرن من الزمن استمرت معاناة هذه الأم العراقية لتتعكز على زوجها الذي أطاح به الشيب الأبيض ليكون ابنها الوريث الشرعي، ليحصد هو الأخير أكياسا مائية في رأسه وتصلب يصيب أصابعه بين الحين والآخر. أنا سيد الرئيس الكاظمي، أنا هاي عند الغدة وحالتنا تعبانة، وهذا بيتنا باب ما عندنا، سياج ما عندنا، حالتنا تعبانة، أنا مريضة والحج مريض وعد ولد مريض، التكياس ما إيا براسة وإدي مع وقار، وناشد الرئيس يشوف حالتنا وإحنا تعبانين ناس كبار وتعبانين وما حد لنا بصر له، وناشدك يا الرئيس الكاظمي شوف حالتنا. الأب الكاظمي مناشدة رددتها لتوصل رسالة عوز وحرمان وسط بيت خالي من الأبواب والجدران لا يستر سكناه، ليأتي دور الوضع الحالي تارة الكورونا وأخرى تكاليف علاجها وعلاج زوجها، ليصبح الوضع في خانة العجز والموت المبكر. راتبي 50,000، 50,000 شو أسوي بهن للعلاج للطبيب، محتارين وعند الحج مريض، راتبي 180، وين نوديهن والحج معوق وعدوا اليد معوق دياته وراسه في أكياس مائية، وأنا أجدك يا رئيس أنت ريدك تدير بالنا بارك علينا. والله الوضعية صعبة وعيشتنا صعبة والراتب ما يكفي ومدارس وجهال ومصروف والبيت يعني مأشونة، بعد هاي وضعية صعبة، بس نوصل مناشدتنا للكاظمية وشوف لنا حال، شوف لنا في شيء ساعدنا البيت الوضعية المادة. يستمر مسلسل المعاناة للمواطن العراقي يترأسه عاملين، الأول عزة النفس والآخر الحالة المادية الصعبة التي يعيشها المواطن العراقي في ظل الظروف التي تؤثر على جميع النواحي الاقتصادية والصحية والأمنية. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.